جالي جواب من عديلة وفي حوالة بردية بفلوس. انسى التفكير المادي ده. المهم الجواب ختم البوستة اللي عليه من مكتب ايه؟ بوستة الزمالك. بس مش معقول عديلة تكون ساكنة في الزمالك. ده تفكيرك القاصر يقول كده، انما تفكيري انا يقول ان جايز الشركة اللي هي بتشتغل فيها تكون في الزمالك. لا كاتبة اسم شركة ولا عنوان شركة. اسمع مولك، انا هاخد اجازة من شغلي في طنطا وهنزل مصر، هلف عليها شارع شارع وحاليا ان شاء الله، وهركز بحثي في الزمالك. ماشي، بس هتعرف تمشي في الزمالك؟ ما انا مشيت في شبرا، حصل لي ايه؟ طيب هو الواد ده اللي هيدلنا على طريقه، خليك وراه. في حد سأل عليا؟ لا يا فندم. اتباع مجلس اداره. حاضر يا فندم. في حد سأل عليا؟ اجتماع مجلس إدارة. حاضر يا فندم. اجتماع مجلس إدارة. مصاريف إنشاء وتكوين الشركة 100,000 جنيه. مصاريف دعاية وإعلان 200,000 جنيه. مصاريف ديكورات وأساس 500,000 جنيه. مصاريف مكافآت ومرتبات 500,000 جنيه. مصاريف نسرية وخلافه 700,000 جنيه. يعني كله على بعضه كام؟ حوالي 2,000,000 جنيه. طبعا كويس، كويس أوي. والإيرادات؟ أخبار الإيرادات إيه؟ ايوه الايرادات، انا يهمني الايرادات. هو في الحقيقه يا بيه مفيش ايرادات، رصيد الايرادات صفر. صفر؟ صفر ازاي؟ مش فاهم. ما هو محدش يا فندم قال لنا لحد دلوقتي هنشتغل في ايه. احنا هنشتغل في الاستيراد والتصدير. ايوه يا فندم، بس هنصدر ايه ونستورد ايه؟ هنصدر حاجات ونستورد حاجات تانيه. ايوه هنصدر حاجات ونستورد حاجات تانيه. طبعا طبعا يا فندم، بس ايه اللي هنصدره وايه اللي هنستورده؟ هنستورد اللي هما بيستوردوه ونصدر اللي هما بيصدروه. اللي هو ايه يا فندم؟ فاتت علينا ازاي دي؟ يعني ايه يا بخيت؟ صرفنا 2,000,000 جنيه على الفاضي؟ انت مش وافقت ان احنا نعمل شركه زي الناس المحترمين؟ انا افتكرتك محترمه، قصدي يعني افتكرتك بتفهم. يعني انت لما قلت انا اعتقدت انك عارف احنا هنشتغل في ايه. طيب احنا نستورد اجهزة كهربائية. ايه يا بخيت؟ انت مش قادر تنسى انك كهربائي؟ ليه كده يا صندوق قدام الناس؟ خلاص احنا نستورد ملابس محجبات، ده مشروع يكسب ده. ويا ملابس المحجبات محتاجة استيراد مهملية الدنيا. احنا الظاهر كده مش هنتفق. عننا ما اتفقنا. بقولك ايه؟ انا عايز اتمتع بفلوس، مش عايز وجع دماغ. شوف انت عايزة تعملي ايه بس تتحملي المسؤولية كاملة. يا سلام، انت عايز ترمي عليا كل المسؤوليات وتقعد انت تهنكر؟ لا ده بعدك بقى. خلاص يبقى إيه، نفض الشركه. نفضها شركه. او ها يا سلام، نفض الشركه واللي جاب الشركه. انت ما تهددنيش. ما اكلمك كده بس. مش انا مديرك. مفيش حاجه تعدي. خلاص نقلت الشركه. يلا يلا انت هو ملا. يلا سيبني. يلا انت هو ملا. خلاص بقول لك ايه. لو سمحت يا سيد، صاحبه الصوره دي انا مزنوق فيها قوي. لو سمحت. يعني ايه مزنوق فيها؟ يعني عايزها. لو شفتها عايزها. احترم نفسك يا استاذ، خلي عندك دم. انا عايزها. قال عديله. عديلة عديلة عديلة. تك تك. ورا العربية دي.
انا فين يا سيد؟ هي مش الانسه عديله بتشتغل هنا؟ مدام عديله ساكنه في الدور 13، اي خدمه؟ 13؟ ده ايه النحس ده؟ طب اقرب تليفون فين لو سمحت؟ اخر الشارع على اليمين. شكرا. حضرتك ساكنة في ال 13؟ ايوه. انا فوقك بالظبط. غريبة ان احنا نبقى جيران وما تقابلناش لغاية دلوقتي مع بعض. وجيه وهبة الشربطلي صاحب الشركة العالمية للتجارة في ما وراء البحار. تشرفنا يا فندم. و عديلة صندوق صاحبة ومديرة شركة بخيلك. اهلا وسهلا. وحضرتك بتشتغلي في ايه؟ في كل حاجة. فيري نايس. عايش. على كده احنا ممكن نعمل بزنس مع بعض. اه شور طبعا، واي نوت. عظيم. بالمناسبة دي أنا عندي حفلة النهاردة في الفيلا بتاعتي، يسعدني جدا إنك تشرفيني فيها. العنوان هتلاقيه في الكارت اللي مع حضرتك. إن شاء الله. أنا معاها برضه في نفس الشركة. أهلا وسهلا، تنورنا حضرتك. الكارت بتاعه. العنوان موجود. أهلا وسهلا. هتنوري الحفلة هنا. ميرسي وجيه بيه. تهالي أنا كمان هنور. أمال جوزك راح فين؟ بيعمل صفقة في هونج كونج؟ أنا جوزي راح سيول، بيقول الأسعار هناك رخيصة قوي. لا لا، أقل من 250 مليون مش ممكن. ما تنساش اللي فيه عمولات ومصاريف، وإحنا مش عايزين السوق يخرج من إيدينا. امبوسيبل مون شير، نو واي. سرية هانم دفنة كل مجوهراتها في تربة. ليه ما تحطهاش في البنت؟ أصلها بتموت على القرش. تلاقي أبوها تربي. أنا أيام ما كنت في الوزارة قضيت على الرشوة والمحسوبية. طبعًا إحنا كلنا لازم نعمل لتحسين أحوال البلد. مين ده؟ صدقني من غير حلفان، أنا السنة اللي فاتت كسبت 120 مليون جنيه. ربنا يبارك. كم؟ 120 مليون جنيه. هو حضرتك بتشتغل في إيه؟ في نوى البلح. فين؟ نوى البلح. أنا السنة اللي فاتت كسبان 140. أمال حضرتك بتشتغل في إيه؟ في ايش الفول السوداني. مين ده؟ الله اعلم. حقيقي يا وجيه بي الحفله تجنن. انا ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا قد رضاكي عليا يا ديدي. وجيه بي افتح. انا ليا طلب عليك. امري. انا مستعده ادخل معاك في اي مشروع. يا سلام، قوي قوي. بس قولي لي بقى، انت عايزه تشغلي فلوسك بنفسك ولا تحبي تقبضي على الجاهز على طول؟ في الاول اقبض على الجاهز لغايه ما اتعلم الشغلانه. برافو، انت عندك سنس في البيزنس عالي جدا. عن اسمك. يعني كان لازم تطب دلوقتي؟ ايه حصل ايه؟ انا امبارح بفاكس واحد كسبت 75 مليون دولار. عايزين نجيب فاكس. ايه الفاكس ده؟ بيكسب 75 مليون دولار. قوي قوي، بس انت عدي عليا بكره في المكتب وانا اخلص لك موضوع الجمارك ده كده. ميرسي يا وجيه. العفو. ما قلتليش يا وجيه. وانت كمان ما قلتليش عايزه تشغلي فلوسك في ايه بس. اي مشروع حلال. ايه رايك تستوردي معايا طيارات؟ طيارات؟ فعلا لعب الاطفال مشروع حلال. لا انا بتكلم على طيارات هليكوبتر. طيارات ايه؟ هليكوبتر. ده مشروع المستقبل. بكره الناس بدل ما هتركب عربيات هتركب طيارات. انا مستعده. عظيم. وانا كمان. عظيم. الموضوع كله رسمله حوالي 500 مليون دولار. ممكن كم؟ 500 مليون دولار. 500 مليون دولار. ايوه ممكن تخشوا معايا ب 20 5 و... احنا اترينا فقرا جدا. اوجي اوجي وصل. مين ده؟ شريف بيه. مين شريف بيه؟ ما تعرفوش؟ لا. انت باين عليك مش من البلد دي. سمعت انه ساند وجيه بيه في مشروع طيارات الهليكوبتر. طب تعال نسلم عليه. ده بان عليه جامد قوي.
بخيت حنيده المهيطل صاحب بخيلك عازب اشوفك. بعرض النبي